قال رحمه الله تعالى فصل في ذكر تحسين الصوت بالقرآن وتأثير القرآن في قلب من أصغى إليه بقلب سليم وفيه عشرة أحاديث. الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء أي استمع كأذنه لرجل حسن الترنم بالقرآن. رواه أحمد والبخاري ومسلم. قال رحمه الله تعالى فصل, وهذا الفصل الأخير من فصول هذه الرسالة النافعة الماتعة المفيدة. قال فصل في ذكر تحسين الصوت بالقرآن. تحسين الصوت بالقرآن, تحسين الصوت بالقرآن هذا متفق على الترغيب فيه, لكن بدون أن يتكلف يحسن صوته بالقرآن مثل ما سيأتي معنا زينوا القرآن بأصواتكم, يحسن صوته بالقرآن, هذا متفق على الترغيب فيه, ويكون الباعث على هذا التحسين المعونة لنفسه ولمن يستمع إليه على التدبر, على التدبر للقرآن والتأثر بهداياته العظيمة. ولا يخرج بهذا التحسين للصوت إلى التكلف المذموم. ولهذا يقول حافظ بن كثير رحمه الله الغرض المطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد والطاعة. فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقوانين الموسيقية فالقرآن ينزه عن هذا, فالقرآن ينزه عن هذا ويجل ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب. قال فصل في ذكر تحسين الصوت بالقرآن, وكما ذكرت يكون ذلك دون أن يذهب هذا التحسين بوقار القرآن وجلاله وعظمته, أي لا يكون فيه تكلف, لا يكون فيه تكلف وتنطع ونحو ذلك. في ذكر تحسين الصوت بالقرآن وتأثير القرآن في قلب من أصغى إليه بقلب سليم, فجمع بين هذه في هذه الترجمة بين ذكر تحسين الصوت بالقرآن والتأثير الذي يترتب على حسن الإصغاء بالقرآن. وهذا فيه تنبيه من المصنف أن تزيين الصوت بالقرآن يساعد على ماذا؟ على التأثر بالقرآن, يساعد على التأثر بالقرآن. ولهذا أنت تجد فرقا في صلاتك مع من تصلي وراءهم, فإذا كان من تصلي وراءه حسن الصوت وهو في نفسه أيضا يتأثر في القرآن ينعكس على من وراءه من المصلين, ينعكس على من وراءه من المصلين. وذكر رحمه الله تحت هذا عشرة حديث. الأول حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء أي استمع, أذن أي استمع, كأذنه أي كاستماعه لرجل حسن الترنم بالقرآن, حسن الترنم بالقرآن. هذا اللفظ الترنم لم يأتي في البخاري ومسلم, الذي جاء في البخاري حسن التغني بالقرآن, حسن التغني بالقرآن. والتغني بالقرآن مثل ما تقدم تحسين الصوت بالقرآن, نعم أن يحسن صوته بالقرآن. قوله ما أذن الله, ما أذن الله عرفنا أن معنى أذن أي استمع, أذن أي استمع. من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى يسمع
أصوات العباد كلهم، المؤمن والفاجر والبر والمطيع كلهم يسمع. سبحان، تقول أم المؤمنين عائشة سبحان، نعم، الذي وسع سمعه الأصوات، الذي وسع سمعه الأصوات. لكن هنا ما أذن الله، استماعه لقراءة عباده المؤمنين هذه أعظم، هذا شيء خاص، هذا شيء خاص فيه تشريف لهم وتعلية لقدرهم. وإذا كان التغني بالقرآن، تزيين الصوت بالقرآن يوجب الفوز بهذا الأمر، فهذا من الأمور التي تدفع العبد على الإحسان في تزيين صوته بالقرآن، وأن يكون في كل مرة يحسن فيها صوته بالقرآن يرجو ماذا؟ أن يفوز بهذا الأمر العظيم الذي والشرف الجليل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بقوله ما أذن الله لشيء، يعني استمع، كأذنه لرجل حسن الترنم أو حسن التغني بالقرآن. قيل لابن أبي مليكة إذا لم يكن حسن الصوت، إذا لم يكن حسن الصوت، قال يحسن ما استطاع، يحسن ما استطاع. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الله تعالى أشد أذنا أي استماعا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. رواه أحمد. والقينة المغنية. هذا الحديث ضعيف الإسناد لانقطاعه، ويغني عنه الحديث الذي قبله. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالث عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا أصواتكم بالقرآن. وفي رواية: حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا الحديث فيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، تزيين الصوت بالقرآن، زينوا أصواتكم بالقرآن. وفي رواية: حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. حسنا أي في آذان سامعيه، في آذان سامعيه. ولهذا الصوت الحسن بالقرآن، الصوت الحسن بالقرآن يساعد السامع على المتابعة والتدبر والتأمل في معاني القرآن والاهتداء بهداياته العظيمة. قال: فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وكان عليه الصلاة والسلام يحب حسن الصوت بالأذان وحسن الصوت بالقرآن، ويستمع صلوات الله وسلامه إلى ذلك، وسيأتي ما يشهد لهذا المعنى. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرابع عن البراء رضي الله عنه أيضا أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء: والتين والزيتون، فلم أسمع أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. قال البراء: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء: والتين والزيتون، فلم أسمع أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. أحسن صوتا، وهذا فيه حسن صوت النبي عليه الصلاة والسلام وجمال صوته. وقد جمع الله له بين حسن الصوت وحسن الصورة والهيئة، فجمله سبحانه وتعالى في هذا وفي هذا. وهذا شأن جميع النبيين، مثل ما قال قتادة: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، إلا حسن الوجه حسن الصوت. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامس عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه. ومعنى يتغنى بالقرآن يترنم به من غير إفراط في المد وإشباع في الحركات حتى يتولد منه حروف فذلك حرام. وبهذا فسره جمهور العلماء. وأما تأويل سفيان بن عيينة أن المراد من لم يستغن بالقرآن عن غيره فقد رده الشافعي وغيره من جهة اللغة ومن جهة المعنى. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قيل التغني بالقرآن تحسين الصوت وتزيينه ورفع الصوت في أداء القرآن حتى يكون مسموعا واضحا مؤثرا في من يستمع. وقيل وهذا ينقل عن سفيان بن عيينة أن المراد بمن لم يتغنى بالقرآن من لم يستغني بالقرآن. من لم يستغني بالقرآن. وهذا رده أهل العلم وبينوا ضعفه كما سيأتي. والصحيح الأول أن المعنى من لم يتغنى بالقرآن أي من لم يحسن صوته ويجمل صوته ويزين صوته ويحسن من أدائه في قراءته للقرآن. لكن كما قال المصنف هنا يترنم به من غير إفراط, يعني من غير تكلف, من غير إفراط في المد وإشباع في الحركات حتى يتولد منه حروف فذلك حرام. قال وبهذا فسره جمهور العلماء. فسره جمهور العلماء التغني بالقرآن أي تزيين الصوت والعناية بحسن الأداء بدون تكلف. فإذا التغني بالقرآن هو تحسين الصوت بالقرآن وتزيينه وتحبيره, كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي موسى لقد أوتي مزمارا من مزامير داود, أي صوتا مثل صوت داود, والله أعطى داود صوتا عظيما حسنا جميلا. ومرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه استمع ليلة لصوته وهو يقرأ القرآن, فماذا قال أبو موسى؟ ماذا قال؟ لو علمت أنك تستمع قراءتي لحبرته لك تحبيرا. هذا التحبير الذي وتزيين الصوت, تزيين الصوت وتجميل الصوت هذا مطلوب. فقال لحبرته لك تحبيرا, أي زينته واجتهدت في تجميله أكثر. عندما يجتهد المرء في تجميل صوته بالقرآن ولا سيما في الصلاة ويصلي بالناس هذا يساعد من وراءه إلى ماذا؟ إلى التأثر بالقرآن. وهذا مطلب عظيم ومعونة للناس في هذا الباب الكبير, بل هو قربة من أعظم القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. قال وأما تأويل سفيان بن عيينة أن المراد من لم يستغني بالقرآن عن غيره فقد رده الشافعي وغيره من جهة اللغة ومن جهة المعنى. وكلام الشافعي قال رحمه الله تعالى لو أراد الاستغناء, قال الشافعي لو أراد الاستغناء لقال من لم يستغني بالقرآن, لم يقل لم يتغنى بالقرآن. قال لو أراد الاستغناء لقال من لم يستغني بالقرآن, ولكن لما قال يتغنى بالقرآن علمنا أنه أراد به التغني أي التزيين للصوت. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى السادس عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي من سورة النساء, فقلت أقرأ عليك وعليك أنزل, قال إني أحب أن أسمعه من غيري, فقرأت عليه حتى انتهيت إلى قوله تعالى
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فسالت عيناه. رواه أحمد والبخاري ومسلم. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي من سورة النساء، فقلت أقرأ عليك وعليك أنزل، أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. وهذا فيه أن التلاوة، تلاوة المرء في نفسه للقرآن لها أثر، واستماعه أيضا للقرآن من غيره له أثر، ولا سيما إذا كان من يستمع إليه حسن الأداء، حسن الصوت بالقرآن. فقال إني أحب أن أسمعه من غيري، إني أحب أن أسمعه من غيري. وهذا فيه من الفائدة أن المرء إذا أحب أن يسمع القرآن من غيره، ممن آتاهم الله عز وجل الصوت الحسن بالقرآن حتى ينتفع ويتدبر، هذا أيضا من جملة القرب، وفيه اهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيه اهتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال فقرأت عليه حتى انتهيت إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فسالت عيناه، أي من التأثر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه استماعه للقرآن، ولا سيما هذه الآية العظيمة التي وصل إليها في تلاوته. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى السابع عن عمر رضي الله عنه أنه قال خرجت قبل أن أسلم أتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته في المسجد فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أعجب من تأليف القرآن، ثم قلت لعله شاعر، فقرأ إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، فقلت لعله كاهن، فقرأ ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين إلى آخر السورة. قال فوقع الإسلام في قلبي كل موقع. رواه أحمد. ثم ذكر هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال خرجت قبل أن أسلم، خرجت قبل أن أسلم أتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته في المسجد فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة، استفتح سورة الحاقة فجعلت أعجب من تأليف القرآن، أعجب من تأليف القرآن. وهذا فيه أن إسماع غير المسلم القرآن له تأثير في نظمه وتأليفه وهداياته ومعانيه ودلالاته. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لعل ذلك يكون سبب لهدايته. ثم ينتبه هنا إلى أن القرآن فيه بركة، بركة عظيمة جدا، بركة عظيمة. ولهذا أعظم ما ينبغي أن يعتنى به ويهتم به ويراعى في باب الدعوة أن يسمع من يدعى شيئا من القرآن حتى يكون ذلك سببا لهدايته ودخوله في الإسلام. قال فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أعجب من تأليفه، ثم قلت لعله شاعر، يعني وهو يستمع، ثم قلت لعله شاعر، فقرأ إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. سبحان الله، قدر الله عز وجل أن يأتي هذا التلاوة أثناء هذه المعاني كانت تدور في نفس عمر. فقلت لعله كاهن بعدها، فقرأ ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين إلى آخر السورة. قال فوقع الإسلام في قلبي كل موقع،
فوقع الإسلام في قلبي كل موقع، أي كان لاستماعه لهذه السورة، سورة الحاقة، وقع عظيم في قلبه وتأثير عظيم في قلبه رضي الله عنه، فكان ذلك سبب إسلامه. قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه السورة، سورة الحاقة، فقال: هذا من جملة الأسباب التي جعلها الله تعالى مؤثرة في هداية عمر بن الخطاب، في هداية عمر الخطاب، كما أوردنا كيفية إسلامه في سيرته المفردة. وإسناد هذا الخبر ثابت إلى الراوي عن عمر رضي الله عنه وشريح بن عبيد، لكنه لم يدرك عمر فهو مرسل، لكن إسناد إلى هذا الراوي، الإسناد إلى هذا الراوي إسناد ثابت. وهذه القصة أولى من القصة المشهورة والتي فيها ضرب عمر لأخته فاطمة لما علم بإسلامها، فهذه القصة ضعيفة الإسناد، هذه القصة ضعيفة الإسناد. قال الذهبي في الميزان: حدث عنه إسحاق الأزرق بقصة إسلام عمر وهي منكرة جدا، وهي منكرة جدا. فالحاصل أن هذه أو هذا الخبر الذي عندنا وفي مسلم أحمد أولى من ذلك الخبر في ذكر إسلام عمر رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثامن عن جبير المطعم رضي الله عنه أنه قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بدر في فداء رجال من المشركين، ورسول الله يصلي المغرب يقرأ بالطور، فكأنما صدع عن قلبي حين سمعت القرآن. رواه أحمد. ثم أورد حديث جبير بن مطعم أيضا في قصة إسلامه، مر معنا أثر القرآن في إسلام عمر، وهنا أثر الإسلام في أثر القرآن في إسلام جبير بن مطعم. قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بدر في فداء رجال من المشركين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب يقرأ بالطور، فكأنما صدع عن قلبي حين سمعت القرآن. لفظ البخاري والحديث في البخاري: فكاد قلبي يطير، فكاد قلبي يطير. وكان يعني كما جاء في البخاري لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الطور إلى قوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات بل لا يوقنون، قال: كاد قلبي يطير. وقع هذا من قلبه موقعا عظيما، وأثر في قلبه تأثيرا بالغا، وهذا الموطن الذي وصل إليه فأثر فيه هذا التأثير من سورة الطور، لأن هذا الذي استمع إليه حجة ملزمة، حجة قاطعة لا يمكن التخلص منها، لأن كلا النقيضين باطل، أم خلقوا من غير شيء هذا باطل، أم هم الخالقون هذا أيضا باطل، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فتعين أن لهم خالقا، وأن هذا الخالق هو المعبود بحق سبحانه وتعالى، ولا معبود بحق سواه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: التاسع عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء لا يملك عينه إذا قرأ القرآن. رواه البخاري. ثم أورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينه إذا قرأ القرآن. بكاء كثير البكاء، بكاء كثير البكاء، وقولها لا يملك عينه إذا قرأ القرآن أي لا يطيق إمساكها من البكاء
من رقة قلبه وشدة تأثره بالقرآن. قال المصنف رحمه الله تعالى العاشر: عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي توفي فيه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقلت: يا نبي الله، إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. الحديث رواه البخاري ومسلم. قال العاشر من حديث هذا الفصل الذي هو آخر فصول هذه الرسالة: عنها، أي عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي توفي فيه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت: يا نبي الله، إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. وجاء في رواية: لم يستطع أن يسمع الناس من البكاء. وهذا فيه كالذي قبله، أن أبا بكر رضي الله عنه رجلا بكاء لا يملك عينه إذا قرأ القرآن، ففيه شدة تأثر أبي بكر رضي الله عنه عند تلاوته للقرآن، وسرعة دمعة عينه وسرعة بكائه رضي الله عنه تأثراً بالقرآن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن قتادة رحمه الله تعالى أنه قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت. نعم، هذا الأثر عن قتادة رحمه الله، قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت. في هذا المعنى يقول الإمام ابن القيم: لما كان الجمال من حيث هو محبوبا للنفوس معظما في القلوب، لم يبعث الله نبيا إلا جميل الصورة حسن الوجه كريم الحسب حسن الصوت. نعم. قال: وعن نافع أنه قال: ما قرأ ابن عمر هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، إلا بكى ثم يقول: إن هذا لإحصاء شديد. رواه أحمد. نعم، هذا فيه تأثر الصحابة رضي الله عنهم في تلاوتهم وتأملهم لهدايات القرآن ودلالات العظيمة، فكان إذا قرأ ابن عمر هذه الآية بكى، إذا قرأ هذه الآية من خواتيم سورة البقرة: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقال: إن هذا الإحصاء شديد، إن هذا الإحصاء شديد، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، يعني يحاسب على الذي في نفسه أبداه أو أخفاه. فقال: إن هذا الإحصاء شديد. وهذه الآية لما نزل شق الأمر على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم، وراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدون أن تقولون سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا. فأنزل الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر الآيات من هذه السورة العظيمة. نعم. قال: وعنه قال: قرأ ابن عمر في صلاته: ويل للمطففين، فلما بلغ يوم يقوم الناس لرب العالمين بكى حتى سقط ولم يقدر على إتمام السورة. نعم، يعني هذا مثل الذي قبله، يعني تأثر بقراءة القرآن، ولا سيما ما في آيات الوعيد والتهديد وذكر اليوم الآخر والعقوبات والزواجر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن يحيى بن أيوب: إن فتى كان عمر يعجب به، فقرأ ذلك الفتى ليلة آية فشهق شهقة خرجت فيها نفسه، فلما دفن وقف عمر على قبره فناداه: يا فلان، ولمن خاف مقام ربه جنتان.
فأجابه الفتى من داخل القبر مرتين أو ثلاثا قد أعطانيهما ربي يا عمر. رواه ابن أبي الدنيا. هذه الرواية وهذا الخبر الذي جاء في خاتمة هذه الرسالة في قصة الفتى مع عمر الذي كان يعجب به فقرأ ذلك الفتى ليلى إلى آخره، هذه قصة غير ثابتة، هذه قصة غير ثابتة وإسنادها ضعيف، في إسنادها من هو مجهول وفيه من لم يسم وفيه رجل كثير الخطأ، فالإسناد غير ثابت، فهي قصة غير ثابتة وإسنادها غير ثابت إلى يحيى بن أبي أيوب. ثم ختم رحمه الله هذه الرسالة. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والله سبحانه أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صلاة دائمة إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. نسأل الله الكريم أن ينفعنا بما يسر لنا من قراءة لهذه الأحاديث وهذه الفوائد والمضامين العظيمة حول هذا الباب العظيم الشريف، الاستغناء بالقرآن. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.